مشاهدينا الكرام، دائما في فقرات برنامج صباح الخير اكيد بنطير البرقيات التهنئه والمحبه الى كافه ابنائنا، الى كافه عائلاتنا، الى الاسرى والى دموع وهذه الارض التي احتضنت الشهداء. دائما الابداع هو المجال الفكري الذي يسمح لنا بان ننطلق نحو المستقبل وان نتحدى ونذلل كافة العقبات. اليوم تامر هاشم هو أحد الأطفال الذين نقش العلم في عقولهم منذ طفولتهم، ويبدو مهارة عالية في حفظ القصائد الشعرية عن بكرة أبيها تامر، والتي تساعده شقيقته عبير يعيش في عالم خاص اسمه الطفولة لا حدود لإبداعها إذا ما تمت رعايتها. اليوم يسعدنا أن نرحب في الاستوديو بكل من البطل الصغنن تامر وكذلك شقيقته عبير. يسعد صباحكم. صباح الخير. طيب تامر، انت يعني اليوم مشاهدين بيعرفوش مين انت، بدنا نخلي عبير تحكي في البداية. عبير تحكي لنا يعني بالبداية تامر من وين، لأي صف هو، وشو الموهبة اللي عنده. اول شيء بحب اشكركم واشكر تلفزيون فلسطين الفجر الجديد. بداية تامر من عمره 3 سنين، مجرد ما قرأ أخوي القصيدة فحفظها، اكتشفت أنه تامر عنده موهبة في الشعر، صرت أتابعه أول بأول ويحفظ يعني وهو صغير. يعني مجرد ما قرأت القصيدة أمامه يحفظها؟ آه يعني كله أنه نعيد مرة ثانية بسرعة، مرتين ثلاثة بسرعة بيحفظها. دروسه ما بكرر إياها، بسرعة بيحفظها. ما شاء الله عليه، هاي موهبة من عند ربنا. وانت اللي متابعة اموره كلها في مجال حفظ القصائد. طيب تامر صباح الخير. صباح النور. طيب تامر، انت كيف المدرسة بتحسها حلوة؟ منيحة. طيب انت شو كم من قصيدة حافظ؟ 6. 6؟ طيب شو القصائد هات لمين الشعراء؟ لمحمود درويش بن سامي الجاف، لعمر بن ابي ربيعه، لعبد الكريم الكربي ابو سلمى، لفلسطين. طيب لعبد الكريم الكرمي ابي سلمى شو حافظ له؟ احببتك. احببتك اكثر. شو بتقول القصيده؟ يلا القي لنا اياها، خلي الناس تشوفها. احببتك اكثر كلما حاربت من اجلك، احببتك اكثر. أي ترب غير هذا الترب من مسك وعنبر، كلما دافعت عن أرضك عودة العمر يقدر، وجناح يا فلسطين على قمة ينشر، يا فلسطين الاسم الذي يوحي أو يسحر، لم أزل أقرأ فيها منك أنشودة العبقر، وعلى شطيهم أمواج عكا تتقصر، كل إنسان له دار وأحلام ومظهر، يا فلسطين ولا أحلى ولا أغلى وطهر. برافو برافو برافو، شطور تامر. طيب أنت تامر أما تحفظ القصائد مين بيحفظك إياهم؟ أختي. طيب وأنت بتحفظها مباشرة؟ طب أنت أما تكون تروح على البيت مثلا من المدرسة، بس تخلص من المدرسة تروح بتروح بتصير تقرأ لحالك ولا في حدا بيساعدك؟ في حدا بيساعدني. مين؟ عبير. عبير يعني عبير الكل بالكل، المساعد الأكاديمي لتامر. طيب انتوا في البيت يعني مفرين له مثلا بناء انه عنده هالمهارة انه حفظ القصائد مباشرة، شو الجو اللي انتوا بتتعاملوا معاه خصوصا مع تامر؟ احنا بنشجعه بنشجعه انه يقرأ في المدرسة الإذاعية، بيقرأ في في المدرسة، في المدرسة. اوكي. أبوي يشجعه أنه يطلع على التلفزيون مشان كل العالم تشوفه. طيب تامر أنت برضو حافظ لمحمود درويش برقية من السجن صح؟ طب حابين نسمعها منك كمان. برقية من السجن، من آخر السجن طارت كف أشعاري، تشتد أياديكم ريحا عن ناري، أنا هنا وراء السور أشجاري، تطوع الجبل مغرورة أشجاري، منذ جئت أطفأ المهر الحرف ما ارتفعت غير النجوم على الأسلاك أسواري، لكل المحكمة الأصفار حول يدي، هذه أسواري وأشعاري وأسراري. برافو يا
كمان مرة. طيب وكمان انت مثل ما حكيت انه حافظ قصيدة لعمر ابن ابي ربيعة عفوا، شو اللي حافظها لإله؟ عمر ابن ابي ربيعة حافظ احببتك يا اكثر. يلا احكي لي. لن تهند ما جزت ما لا تعد، وشفت انفسها من واستبدت مرا واحدا، انما العجل يستبد، غادت تفتري عشا بها حين تجلو وقاحا او برد، ولها عينين في ترف حور منها وفي الديد غد، ولقد اذكر اذ قلت لها دموعي فوق خدي تطرد، فقالت من انت؟ وقالت انا من شفاه الوجد املاك الكمد. طيب هذه القصيدة وين حفظها ليتا هندل؟ حفظها من أخوي بصف الثامن بامتحانات النهائية، هو يقرأ حفظ يعني هو بقرأ في المدرسة أربع أبيات، فس أنا كملت له إياها وحفظها وشجعته، حفظها من أخوي. يعني مشاهدينا الأعزاء حديثنا مع تامر هاشم لا يمل، لكن مثل ما حكيت لكم أنه تامر بعيش في عالم خاص اسمه الإبداع لا حدود له إذا ما تمت رعايته. يعني نشكر إن شاء الله وصلت رسالة تامر لجميع الآباء لجميع الأمهات والجمعيات والمؤسسات إنه شو في مجال لتقديم المساعدات لهؤلاء الأطفال، في مجال إنه ندعم إبداعهم، ندعم صمودهم أمام هذه المرحلة العمرية اللي بتشع دائما بالعديد من المراحل المستقبلية الساطعة، دائما احنا معها. يعني عبير هاشم نشكر تواجدك، وتامر يعني شكرا لك انك معنا، وان شاء الله تكون لقدام شاعر كبير 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 مثل محمود درويش.